العزيز، الصديق العزيز سي مصطفى سكن، الشاعر والمبدع المحتفى به في هاته الأمسية. إنها لحظة جد مؤثرة والتفاتة جميلة، عربون للوفاء والإخاء، سنة حميدة دأبت إلى إحيائها بكل حب، الثانوي التأهيل التقنية بتكريم أطرها الذين لم يدخروا جهدا في الإطلاع بما أميط بهم من مهام. سنة عنوانها ترسيخ ثقافة الاعتراف كقيمة إنسانية. أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور والارتباط أن نشارك معا ونتشارك هذه الأمسية، أمسية الوفاء والعرفان، لنكرم صديقا عزيزا، أديبا، شاعرا، راقيا، مناضلا، خدوما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان الشرف، ميدان التربية والتعليم. إننا اليوم إذ نتوجه بهذا الاحتفاء إليكم، إنما نتوجه إليكم بتحية التقدير والامتنان لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الرسالة. وما هذا الحضور النوعي والمتميز اليوم إلا دليلا على حسن عطائكم واحتراقكم لتوقدوا فوانيس العلم والمعرفة والفكر والإبداع. أملنا أن تتقبلوا منا هذا التكريم البسيط في ظاهره، الغني برمزيته ودلالاته، فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص، فلكم منا كل التقدير والاحترام.